طبعا رؤساء النوادي طبعا لصانعين الحدث في هذا الموسم. حجر جم رئيس مولودية الجزائر، مساء الخير. مساء النور أخ حكيم، أهلا وسهلا، سعيد جدا بتواجدي معك. هل في أزمة الحجر جم؟ هل في أزمة في مولودية الجزائر؟ هل في أزمة في الفرق الأخرى؟ هل في أزمة في اتحاد العاصمة؟ هل في أزمة في وفاق سطيف؟ هل في أزمة في الفرق الأخرى؟ انهزام في كأس الجمهورية هو ليس يعني بالهين، لكن لا يحتاج كل هذا التهويل. لكن كيكون الأمر يخص فريق مولودية الجزائر ليعتبر أكبر فريق في الجزائر بتاريخه بألقابه بالناس اللي فاتوا عليه، يعني يكون توجور كاين هذه الأمور، يعني تخرج عن نطاقها وتكبر الأمور، وأنت عارف وضيوفك الكرام يعرفوا باللي كاين ناس عندهم مصالح في فريق مولودية الجزائر وما يحبوش تكون هناك يعني انستابيليتي في الفريق من الناحية الإدارية ولا من الناحية الرياضية. لكن نحن واقفون كشباب جديد، يعني كرئيس جديد في فريق مولودية الجزائر، حاجة ما تجيب السهل في هذه الدنيا. سنحاول ونحاول حتى نكون في مستوى فريق كبير كفريق مولودية الجزائر. جيد، من الذي لديه أغراض في مولودية الجزائر؟ أنت تقول بأن هناك أطراف لم تسمها يرغبون لديهم مصالح، محاولة زرع فتنة، مشاكل، مصالح، أنت سميت مصالح شخصية. من هم؟ هل هم مثلا من إداريين سابقين، لاعبين سابقين، أنصار، من تقصد الحجر جم؟ كل هذه الناس يعني يعرفهم العام والخاص. يعني أنا اليوم فريق مولودية الجزائر يحتاج الهدوء. أنا لست هنا لتهويل الأمور ولست هنا لذكر الأسماء، لكن الناس اللي راح حاضرين معك والكل يعرف ذلك، عفوا يعرف من يقوم بهذا الأمور. لكن كما يقول القاطرة تمشي. جميل. حجر جم طبعا قياسا بما تقوله بأنه الكثير من الأندية لديها أزمات في نواديها ومولودية الجزائر، أن نحن نتحدث على نادي عريق، واحد من عميد الأندية الجزائرية طبعا، والحديث قياسا مع شباب قسنطينة، كنت صرحت بأنك تراهن على لقبين لما ثلاثة ربما تقول، يظهر الموسم لحد الآن خروج من كأس الجمهورية والمولودية في المركز الرابع في رهان صعب على البطولة، 26 نقطة، 11 نقطة على بلوزداد، لذلك ربما كثرت الانتقادات في الفترة الأخيرة. حكيم، نعم حكيم، نعم. هل التفاؤل حرام؟ ممتاز، التفاؤل صح، التفاؤل ممتاز قياسا يعني بالواقع، والتوفيق من الله تعالى سبحانه. نحن وضعنا كل الأمور اللازمة وكل الأمور التي تؤدي إلى النجاح بشهادة الجميع، لكن التوفيق من عند الله تعالى. وهذه يعني سنة أولى، والأهداف تاعنا، الهدف تاعنا الأول هو المشاركة في بطولة إفريقية السنة المقبلة. طيب. إن شاء الله قدنا هذا الهدف، سنعمل كل ما في وسعنا كإدارة وكطاقم وكلاعبين، لاعبين حاسين بمسؤولية، وإن شاء الله سنكون في المستوى متطلبات الجمهور الكبير. طيب، من يراكم طبعا في البداية يقول بأن لديكم نية وإخلاص في البداية، وهذا ليس كلامي، رأي الكثير من الجماهير في الجزائر، وهذا يحسب لكم، وقدمتم طبعا الكثير من الأمور لجلب مدرب معروف وأسماء معروفة. هل اليوم تقول لجماهير المولودية بأنكم أخطأتم، لم توفقون في مدرب، في لاعبين مثلا؟ لأنه لحد الآن في شهور مدربين اثنين، أنا أتحدث عن طبعا نعم فاروق، وأيضا أتحدث عن البنزرتي. هل اليوم تقول لتخاطب الناس بأنه كان خطأ في الكثير من الأسماء مثلا؟ لا يمكن أخ حكيم، ما نقدرش نقول كان خطأ، لأن السيرة الذاتية للمدربين معروفة للعام والخاص. السيرة الذاتية تاع المدرب الأول كان يدرب في لا ليغ اون فرونساز ودرب فرق وطنية،
والمدرب الثاني غني عن التعريف. انا بالنسبه لي البنزرتي هو احسن مدرب في افريقيا. اللي يقدر يقول العكس يجي يقول لي باللي البنزرتي ماهوش احسن مدرب. فايز بكؤوس افريقيا، فايز بطوله المغرب، فايز بطوله تونس، كلاعب لقاء نهائي ضد بايرن ميونيك في بطوله العالم للانديه. هل يعتبر البنزرتي اخفاق او خطا؟ جميل. الحجر جم أحسن مدرب في إفريقيا مثل ما تقول، طبعا لا ينجح مع مولودية الجزائر، ولا ينجح قياسا بأنه غادر مولودية الجزائر، ومساعده يقول بأن مولودية الجزائر فيها مشاكل وفيها محيط لم يساعد، وتصريحات كانت معروفة. أنا أتحدث عن مساعده اللي قال بأنه فيها الكثير من المشاكل. أين المشكل إذن في مولودية الجزائر مادام جلبتم أفضل مدرب مثل ما تقول في افريقيا؟ المشكل 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 المساعد بالنسبه لي كان يقصد ليس لونتوراج دي مولودية الانتيريور، هذا كان يقصد لونتوراج عامه مولوديه الجزائر. هو كان يقصد كان يعرف وش يقصد، يعني امور خارج ليكسترا سبورتيف، ماشي وش كان محيط بفريق مولودية الجزائر. والمدرب حكيم، تعرف مدربين كبار لم ينجحوا في فريق تقدر تمشي لك في فريق وتقدر ما تمشي لك في فريق آخر. ونظن أن البنزرتي سي فوزي البنزرتي ما مشاتلوش في مولودية الجزائر لعدة أسباب، بلك ما قدرش يلحق لي ميساج لجوال، بلك لجوال ما قدروش يفهموا لي ميساج تاعو، كل شيء ممكن يعني. على ذكر اللاعبين أرجو أن يسعى قلبك طبعا هذه الأسئلة، هل فيه كلون بين قوسين يعني فيه لوبي في داخل مولودية؟ البعض يقول بأنه اللاعبين ما حبوش يمشيوا لهذا المدرب، هل فيه هذا الكلام؟ أبدا. لاعبين أكو تعرفوهم كامل، كانوا في الفريق الوطني، منهم 5 لاعبين كانوا في الفريق الوطني، أبناء عائلة عندهم تاريخ يحافظوا عليه، يخدموا من قلبهم يعني. أنا شاهدتهم وكانت لي الفرصة نتحدث معهم جانبيا يعني عن الجانب، كانت يعني لاعبين في المستوى، ما نقدروش نقولوا بلي اللاعبين يخدموا هذا الشيء هذا. جيد. أبداً. البنزرتي الآن غادر، هل فعلا مثل ما بلغنا بأنه قال بأنه لن يأخذ أي تعويضات، أم أنه فيه تعويضات تقدم لهذا المدرب؟ لم يأخذ أي تعويضات ولن يأخذ، وخلى بي 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 كم اسمح في 3 أشهر؟ نعم؟ اسمح في 3 أشهر أم في كم مثلا؟ خليها أمر داخلي حكي. أمر داخلي. أنه لم يأخذ تعويضات ولم يأخذ أجر شهرية. هل تتجهون إلى مدرب محلي أم إلى مدرب أجنبي حاليا؟ في هذا الوقت هذا هل تسمح لي أن تكون أمور سرية حتى نكمل انتداب المدرب؟ طبعا برك أنا أريد أن تعطينا تقرب، لأن جماهير المولودية الآن لا ربما يشفي غليلها إلا لمعرفة ربما من سيكون على الأقل، يعني هل هو مدرب أجنبي اسم كبير؟ سيعرفونه في وقته الأخ حكيم، ليس محليا سي حجر جم صح؟ سيعرفونه في وقته. يعني هل فيه بعض باستثناء تراهنون علي هارون مثلا أو أرازا الملغاشي وأيضا موالي؟ قضية موالي أخذت أبعاد كثيرة، يقول لك ملف طبي مريض بقلبه، هل لأن ملف الطبي سيفصل فيه في 48 ساعة القادمة إن شاء الله، وسيكون معنا إن شاء الله. سيؤهل إلى سيتو فابيا صديق، لكانت الأمور تسير بما ستخاطب جماهير المولودية ماذا ستقول لهم؟ الحجر جم الآن أنت في واجهة، يقولون سنترك وفرت كل شيء. أولا نتمنى الشفاء العاجل للمناصرين الموجودين حاليا في مستشفى مصطفى باشا المناصر اللي موجود حاليا، والمناصر الثاني اللي راهو في مستشفى مناصرين في مستشفى أمسيلة، نتمنوا الشفاء لأن واحد راهو في حالة حرجة، والثالث إن شاء الله سيخرج غدا، نتمنوا لهم الشفاء العاجل. وإن شاء الله نطلب من الأنصار في هذا الوقت الصعب أنه يلتفوا على الفريق، يلتفوا كثيرا على الفريق، وإن شاء الله آجلا أو عاجلا سيكون النتائج.
ستكون النتائج إن شاء الله. يعني تعدهم بأن الموسم المقبل يكون مغاير بأسماء أخرى وبأشياء أخرى مغايرة؟ خلي يخلص الموسم حكيم ونعبر على الموسم. يلا ستكون ضيفنا لاحقا بإذن الله. شكرا جزيلا الحجر جمرة رئيس مولودية الجزائر.